النادي الاهلي بتبقى حلوه كده والناس بتحب تقعد تسمعها وتفكر فيها. النادي الاهلي دائما هو في مصر يعني هو نادي العالميه. دائما لما بتيجي تتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي دائما لما بيفكر في كل الامور من كل النواحي وليس من ناحيه فقط. الاول دائما بيضع المصلحه العامه لبلده والمصلحه العامه للنادي الاهلي، وبعد كده بينطلق الى كل الامور. النادي الاهلي من امبارح كان هناك مؤتمر صناعة كرة القدم بأسبانيا، وكان بيتواجد فيه وفد من النادي الأهلي يضم المهندس خالد مرتجي والدكتور محمد سراج عضوي مجلس إدارة النادي الأهلي بدعوة رسمية لمشاركة كبير أفريقيا في هذا المحفل الدولي. طب الناس بتسأل أكيد، هو ليه النادي الأهلي موجود في مثل هذا المؤتمر العالمي؟ والإجابة هي إجابة بسيطة جدا جدا، لأن النادي الأهلي هو الكبير. ودايما لما بتيجي تدعو حد بتدعو الكبير علشان تقول له اتفضل اقعد معانا، عايزين نعرف منك اخبار افريقيا ايه، عايزين تعملوا ايه خلال الفترة القادمة، عايزين تشوفوا الدنيا هتمشي ازاي خلال الفترة القادمة. في مؤتمر زي ما قلت لحضراتكم صناعة كرة القدم اللي كان مقام باسبانيا. استقبل النادي الاهلي الحقيقة بتروجينيو طبعا احد اهم اللاعبين في العالم وفي اسبانيا ومدير العلاقات الدوليه بنادي ريال مدريد، وشرح اليه العمل في نادي ريال مدريد لوفد النادي الاهلي، وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار وكيفيه تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي، ومنها تطوير ملعبه الحالي سانتياغو برنابيو. ايضا تطرق الحوار الى إقامة مباراة ودية ما بين النادي الأهلي ونادي الريال يتم تحديدها في وقت لاحق على غرار مباراة القرن التي أقيمت ما بين الناديين الكبيرين عام 2001 وانتهت لصالح النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. اقترح بتروجينيو أن تقام هذه المباراة في مدريد، ورحب بوفد النادي الأهلي بهذا الاقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. زي ما قلت لحضراتكم ودايما بتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع، ان النادي الأهلي هو نادي مؤسسات، ما ينفعش حد ياخد قرار لوحده كده، لازم طالما وفد طالع الوفد ده بياخد الرؤية وبياخد الموضوع كله بيرجع لمجلس الإدارة يقول لهم والله عندنا 1 2 3 ايه رأيكم نعمل كذا او كذا، ويتم اتخاذ قرار في مجلس إدارة النادي الأهلي، وان شاء الله نشوف هذا الموضوع قريبا. بتروجينيو اصطحب بوفد الأهلي في جولة تفقدية بملعب ريال وملحقاته الجديدة. طيب خلينا نطلع نشوف اول تقرير معانا، تقرير عن النادي الأهلي والعالمية، ونرجع